مرحبا ترحيبة تجلى ظلامي الأشرقات يا صلصالها كل ديرة في مقامة في هيدي أفداها الخمامي وفق ربي وفولها ستيرة جعله يغفر ذنب من صلى وصامي ربنا اللي ما يغفر الذنب غيره بعدها باسمي وباسم أهل المقامي واسمي كيف ألاد بن صندل وامير مرحبا ترحيب تنتج الظلامي لشرقت يا صال سناها كل الدير بالرجال اللي لفونا في المقامي جيته الطيب زاد النور نيرة نذبح المفروض مردوم السنامي واجبا للي كانتهم كبيرة نوفي حقوق الرياجيل الحشامي فالسنين الأوله والأخيرة في مقام فهيد يفداه الخمامي وفق ربي وفاولها الستيرة نسل من في المرجل أهل بسل وسامي أبو عضي عسى الجنة مصيرة من سلايل شايب يحمل جهامي سيرة تحلم عن تلغي كل سيرة ناسب أهل الطيب والحر القطامي ابننا في الفي فعول الطيب زامي مثل ضلع طويق في شبه الجزيرة ساس طيبه من خوال ومن عمامي سلة السيف المهنة من جفيرة ما على من جود المنسب ملامي يا عسى الله يكتب اللي فيه خيرة ويا صلاة الله على خير الأنامي يا رسول سيرته خير سيرة ربنا اللي ما يغفر الذنب غيره بعدها باسمي وباسم أهل المقامي واسمي كيف ألاد بن صندل وامير مرحبا ترحيب تنتج الظلامي لشرقت يا صال سناها كل ديرة بالرجال اللي لفونا في المقامي جيته الطيب زاد النور نيرة نذبح المفروض مردوم السنامي واجبا للي مكانتهم كبيرة نوفي حقوق الرياجيل الحشامي في السنين الأوله والأخيرة في مقام فهيد يفداه الخمامي وفق ربي وفاولها الستيرة نسل من في المرجل أهل بسل وسامي أبو عضي عسى الجنة مصيرة من سلايل شايب يحمل جهامي سيرة تحلم عن تلغي كل سيرة ناسب أهل الطيب والحر القطامي طير حر ابننا في الفي فعول الطيب زامي مثل ضلع طويق في شبه الجزيرة ساس طيبه من خوال ومن عمامي سلة السيف المهنة من جفيرة ما على من جود المنسب ملامي يا عسى الله يكتب اللي فيه خيرة ويا صلاة الله